سلام تو الموند، سلام فحلات، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد، لا فيديو تاع اليوم قبداو هنا. نرحب كاع فحلات اللي انضموا معايا. على بالي هذه الفتره كنت غايبه بزاف عليكم، يعني ما حطيت لكمش فيديوهات جديده. على بالكم بلي الفتره هذه فتره الصيف، يعني فيها خرجات، فيها دخلات، فيها بزاف حاجات اللي الواحد يحاول انه يبروفيتي ماكسيموم. ولكن هنا مالغري تو ما نسيتكمش بالتحديات، ما نسيتكمش بافكار جديده، وما نسيتكمش تانيك بجديد التقسيمات. رأيي الصريح في التقسيم تاع اليوم حتشوفوه في اخر الفيديو، ولكن قبل هذا حبيت نهني كاع اللي جابوا الباك، يعني اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا نهنيكم ونقول لكم الف الف مبروك. ان شاء الله تختاروا الشعب اللي حابين تطيحوا فيها ان شاء الله. واللي ما جابوهاش هذا العام، ما جابوش الباك تاعهم، ما فيها والو، لاني بروشان ما هيش نهاية العالم. المفيد انه واحد المثابره والاستمراريه، هذا هو الصح اللي دائما نقولوا عليه. لهنا قبل ما نبداو الفيديو تاعنا ما تنساونيش شوفوا سورتو في دي لا فيديو لي جام ولي كومونتير، يعني حطوا لي كومونتير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو الفيديو. كما قريتوا في العنوان، لا فيديو تاع اليوم احتضر على التقسيم الشهري ولا التقسيم تاع مليون لكل 10 ايام. هذا التقسيم اللي داير حاله في اليوتيوب، يعني وكاين بزاف يجربوه ونجحوا فيه. على كل حال حاولت انا نجربه، يعني حطيت وقتي فيه، جربته شهر شهرين، حاولت ان نتحدى نفسي ونجربه. نعطيكم الحاجات اللي عجبوني فيه وحاجات اللي ما عجبونيش فيه، ورايي الصريح تلقاوه في اخر الفيديو. كيفاه اذا ما نجحناش فيه كش راح نغير. هذا نتاع مليون في 10 ايام، يعني نحكموا لابي تاعنا نقسموا فيها 3 ملايين. يعني بالكم كاين 30 يوم، يعني كل 10 ايام نديروا لهم مليون. هذاك المليون واش داخلين فيه؟ داخلين فيه الخضر، الفواكه، ولكن كيما نقدروا نقولوا المصروف البيتي ولا مصاريف المنزل، منها خضر، فواكه، لحوم، مواد غذائيه شهريه، بيت خزين، ومصروف يومي. على بالكم دائما اللي صرا لهم مشكل ما بين الخضر والفواكه واللحوم ويبدا يحصل، هو الانسان اللي ما يدريش المصروف اليومي. المصروف اليومي اللي هو حليب، خبز، ماء، غازوز، الكلاص، هذا هو المصروف اليومي. هذا اللي لازم يكون هو اللي يحدد لكم، ويكون رابط ما بين ظرف وظرف، يعني يكون رابط ما بين ظرف تاع الخضر والفواكه، ما بين ظرف اللحوم، ما بين ظرف المواد الغذائيه، هذاك هو الرابط بينهم اللي هو المصروف اليومي. نقدروا نشوا به البيض، نشوا بزاف حاجات بين نحتاجوهم في اليوم تاعنا. حاولت هاد العشر ايام يعني اني نقسمهم، كي نشوفو مليون كل 10 ايام نحطو في بالنا بلي مليون يعني 100 ألف للنهار، بقيمة 100 ألف للنهار، اللي راهم يتبعو هذا المصروف راهم يصرفو 1000 دينار جزائري لليوم. 1000 دينار جزائري هذا بون حنا حبينا ولا كرهنا، 1000 دينار جزائري ما بناش كي نخرجو بها سيسبي ما عادش نوليو بها، يعني ما نقدوش نولو ميم با، ما نقدوش نشوط نخلصو ترونسبور باش نوليو، يعني 1000 دينار جزائري كي تخرج بها ما ديرلك والو. هادي دو ان على بها باش نكملت هذا المليون تاع 10 ايام اعتمدت على الاضرفه، يعني رجعت ورحت لقيت روحي في الاضرفه. قسمت الاضرفه المره الاولى ديالي ب 200 الف خضر وفواكه، 2000 دينار جزائري خضر وفواكه، 2000 دينار جزائري للحوم، 3000 دينار جزائري مواد غذائيه، 1000 دينار جزائري بيت الخزين، و 2000 دينار جزائري مصروف يومي. كما على بالكم رانا في فصل الصيف، فصل الصيف اللي يعتمد كثر على الخضر والفواكه، يعني 2000 دينار جزائري اذا جبتك خضره ما تجيبكش فاكهه، هذه دو ان. فواكه مالكي توفر تاعهم الكبير بصح راهم غاليين، يعني باش تروحي تشري دلاع لازم لك 1000 دينار جزائري باش تشري حبه دلاع كامله، يعني 2000 دينار جزائري اسبوع ويا ربي في خضر بالك، فاكهه تاكليه مره با بلوس. بالنسبه ل 2000 دينار جزائري لحوم كفات باسكو لا اعتمدت على الدواجن، يعني اعتمدت في 2000 دينار جزائري 10 ايام على الدواجن، وطحت في فتره كان الدجاج تاعها فيها هابط، يعني كان الثمن تاعو رخيص. بالنسبه للمواد الغذائيه 3000 دينار جزائري ما جابتليش حاجه كبيره، يعني ما احتجت المواد التنظيف ولا برودوي تاع ماشينا لافيه، لكلي كاع البروغرام، يعني هو بدون زيت شيت باكي تاع يعني هذاك سائل تاع لا ماشينا لافي مع بدون زيت، يعني ديجا 3000 دينار جزائري قريب خلاصو. درت البروغرام تاعي تاع الاكل نفس الشيء، ستفت كالعاده وقررت شحن طيب هذاك الاسبوع وشيت الحاجات اللي نحتاجهم مباشره.
يعني مصروف اليومي كما على بالكم، انا فصل الصيف نحتاجو دكلاس، نحتاجو الماء سورتو نشرو، يعني فاش تنكونو نشرو فاردو في السمانه نولو في الصيف نشرو 3 4. اذا قلنا هضرنا على لي بواسون تاني نولو نشرو بكثره، اذا هضرنا على البيض تاني، اذا هضرنا على المثلجات في الليل سهران نحبو فاكهه مثلجات حاجه كيما هكا. الاسبوع الاول المليون هذاك ما كفانيش، يعني كملتو فيه دوك 5 جو 5 ايام هادوك ديجا طرطك المليون. لا كملت رفدت من مبلغ واحد اخر ورحت لتقسيم تاني الاسبوع التاني. الاسبوع التاني قررت اني نغير، يعني درت 2000 دينار جزائري الخضر 2000 فواتير، باسكو تفكرت بلي لازم عليا نقسم الفواتير باش نجيب لهم دراهمهم. 2000 دينار جزائري لحوم، 1000 دينار جزائري مصروف، 3000 دينار جزائري مواد غذائيه، ونفس الشيء لقيت روحي تازمت اكثر واكثر. رحت للاسبوع الثالث، الاسبوع الثالث حطيت فيه 1500 دينار جزائري خضر، يعني استغنيت على الفواكه، درت 1000 دينار جزائري فواتير، يعني هادو ما نخبيهم نحطهم شاك سومان نحي مبلغ فواتير ونخبيه باش هكا الظرف نلقى الظرف تاع الفواتير ما عمر مشي فارغ. رحت ل 1500 دينار جزائري لحوم ثاني، قلت لكم كنت في فتره لحوم لاباس بها تمام صافا، كاين كاين لامبورطاسيون لحوم حمراء، لهذا قررت انه الباقي اللي هي 6000 دينار جزائري حيقعد كل يوم واش نسحق نشريهم. في هذه الطريقه يعني انا كان عندي بيت الخزين، يعني بيت الخزين هذاك ساعدني اني استعملته بديت نشري نرفد منه، واي حاجه نحتاجها نجبد من بيت الخزين ديالي. ولكن الناس ما عندهمش بيت الخزين، نحلف لكم بلي هذا المليون مستحيل يكملهم شهر، يعني العشرة ايام، لانه هذاك العشرة ايام شوفوا الحاجه البيزار اللي جاتني غريبه، انه دابيت كي نقسم المشروع مصروف الشهر تاعي نقسم مليون نديرو مواد غذائية، نحكم هذاك 400000 نديرها لحوم الشهر، 400000 خضر نحاول نقسمها بطريقتي ويكفيني عادي يعني، والباقي روح مصروف يومي كل ما نحتاج حاجة نزيدها. ولكن كي قسمت بالعشرة أيام هذاك الخلل تاع نقص المواد الغذائيه اللي يكون عندك هو اللي راح يفسد لك كاع لو بروغرام، باسكو ايماجين تحتاجي الى حاجات هكا زايدين، تحتاجي الى حلويات طيبيهم ولا اي حاجه، تلقاي هذاك الخلل اللي يصرى لك. يعني الاضرفه كنت نتحكم ماشي قادره نتحكم فيها، على بها قلت لكم انا بالنسبه ليا مليون 10 ايام مستحيل تكفي، يعني مستحيل انها ماشي تكفي، هي تكفي ماشي ما تكفيش، ولكن تحسي روحك محدده عايشه غير باش تاكلي وتشربي، ما عندكش ما تنوع ما كاش، يعني تقعدي محدده تحسبي في دوك 10 ايام كلشي خلاصو. باكونت كي تقسمي بالموا، يعني تحطي مصروفك الشهري، عندك كلش في البيت تاعك، كل حاجه راهي موجوده، اللحوم عندك المبلغ تاعهم، يا تشريهم هذوك 400000 كاع ولا 500000 وتخبيهم، يا كل ما تحتاجي تشري. نفس الشيء بالخضار، دير البروغرام تاعك تحي تشري هذيك 100000 ولا 150000 تحي تشريها خضار، تخلطي ما بين المواد الغذائيه اللي ما عندك كيما لي باتيتو بين الخضار اللي عندك، يعني تحسي تنوع، تحسي اريحيه في البيت ديالك. باكونت هذاك تاع يعني كل 10 ايام تقعدي مضغوطه في دوك 10 ايام واش تشري، خاصه انه لقيت اني معاها داخله معاها لي فاكتور، اني فواتي اللي كان لازم عليا اني نحدد هذاك المبلغ تاع لي فاكتور اللي عندي ونخبيه باش ما ننساش، لانه 3 ملايين انا نحدد فيها من مصاريف الفواتير، نقول المصاريف الشخصيه راهي خارج 3 ملايين، مصاريف التحوات وكذا خارج 3 ملايين، ولكن هكاك وطحنا في ازمه. على بها حبيت نقول لكم بلي هذه 10 ايام صعبه بالبزاف وما ننصحكمش بها، خاصه في فصل الصيف، يعني وين تكونوا حاب عندكم يعني تحبوا تسهروا، تحبوا تشوا حاجه زايدين، عاطفه قاعدين في البيت وحاجه كاع مستحيل انكم يعني تنجحوا فيها. ديما يقولوا هذه هي احسن من تاع تقسيم شهري، يعني قولوا لي الحيله اللي درتوها باسكو مستحيل انا ما قدرتش نعرفها. فيه حاجة تمنح كو دايما عندك مصروفك معك، يعني دايما كاين مصروف يومي، يعني هذيك 1000 دينار جزائري. على بها قررت هذه المرة اني نبدل، واش درت؟ ضفت مليون لهذا المصروف تاع كل 10 ايام، يعني مليون هذاك نروح نشري مواد غذائية. شوفوا الانسان اللي ما عندوش بيت الخزين ولا عنده بيت الخزين يعتمد على بيت الخزين، يعني يعتمد على هذا التقسيم نهار يبدا يصرف بيت الخزين تاعو، ولكن اللي ما عندوش بيت الخزين يعني يعتمد على انه يزيد مليون يديروا المواد الغذائية، يعني يصرف 4 ملايين.
مليون يدرمود غذائية، والمليون تاع العشر أيام هذا كل مرة وش يشري به يحطوا بقيمة 1000 دينار جزائري اليوم، يعني 1000 دينار جزائري كل ما يحتاج حاجة يشريها خارج على المواد الأساسية، يعني المواد الغذائية الأساسية. قال 100 يعني الأسبوع الأول بلوتو 10 أيام الأولى يحكم 100,000، يقسمها نقوله يقسم العشرة أيام إلى خمسة خمسة، 5 أيام الأولانيين يقضي لهم قسم 150,000، و5 أيام الدوزيام يشيل لهم قسم 150,000 ولا 200,000. بهذه الطريقة يعني مش حيحصل كيما أنه ما يكونش عنده والو، لأنه إذا بدا يشيل الزيت يشي حاجات كيما هكا فغيمون راح تتلف له، يعني يحصل. وهذه الحاجة اللي صرات على بها قلت لكم نضيفوا مليون هذوما 3 ملايين، نضيفوا مليون حشومة مواد غذائية، ومن بعد تحكموا كل 10 أيام مصروف تاع مليون. مصروف تاع مليون تحو تشرو به يوميا، عندكم مصروف تاع 100,000 تحو تقضوا بها واش تحتاجوا، وبيان تحكموا 200,000 300,000 تحو تقضوا بها مواد غذائية خضر وفواكه ولحوم، والباقي تخلوه للمصروف اليومي والخرجات تاعكم. بيان سور بلا ما تنساو انكم تحطوا 200,000 في كل اسبوع للفواتير. هذه طريقة نجحت معايا في الشهر الموالي، يعني مر الشهر هذاك جربت هذه الطريقة اللي كيزت فيها المليون وحد شيت مواد غذائية. بهذه الطريقة لقيت روحي، يعني ما لقيتش اني راح يصرى لي مشكل، حتى يدحوا زعما حبيت نشي اجبان ولا اي حاجة خرجتهم هذاك المليون. يعني في الاسبوع في العشرة ايام هذوك راح نشري هذو اجبان شي حاجة هكا اذا كنت ندير كش حاجة ولا، ومليون هذاك تاع مواد غذائية كفاني شيت به حاجات بزاف، يعني قضيت به قضيان كامل من مواد التنظيف ومواد غذائيه. كما قلت لكم كاين حاجات بزاف ناقصه المواد الغذائيه كما لي با كما بلوتو الحبوب، هذو الحاجات كاع نقصوهم في الصيف. نعتمدوا كثر اكثر اكثر على المواد الخضر والفواكه. من الخضر والفواكه حسيت بلي قدرت نشري فواكه اكثر خير ملي كنت معتمده على كلش بهذاك المليون في 10 ايام، يعني الكونترير قدرت نشري فواكه نشري الخضر اي حاجه فواكه يوميا. كان اي كل يوم عندي ديك 1000 دينار جزائري نخير انا وش نشري بها فواكه. دايما اعتمدوا على اي تقسيم ولكن حاولوا تجتهدوا فيه، الاجتهاد ما فيها والو الانسان يجتهد فيه. قولوا انتم شكون اللي جرب هذه تاع 10 ايام والطريقه اللي شفتوها ناجحه معكم، سورتو اللي راهم عندهم التقسيم تاع الزوج اللي يخلص يوميا، يعني يمشي شهر يخلص يوميا. نعطيكم هذه الطريقه انكم يا وبيان تكون عندكم بيت خزين باش تبداو هذه الطريقه تاع 10 ايام، ولا يكون عندكم تزيدوا مليون وديروه القضيان الشهري. باكونتر كنتو حديرو كل يوم 100,000 يعني صعب جدا في الحياة اليومية. كما على بالكم كل شو غالي، القهوة طلعت مام حاجة تاع كما يقولوا الدواجن بداو يطلعوا تانيك، حاجات بزاف بداو يتغيروا. على بها نقول لكم الفواكه مالكي كما قلت لكم متوفره ولكن الثمن تاعها غالي، على بها نعطيكم هادو مالي كونسي باش نحاولوا مع بعض. اي وحده عندها فكره حطوا لي في لي كومونتير تعطيني فكره هكا باش نحاولوا نقسموا لاي تقسيم جديد ماشي مو فين نشوفوه بزاف، ولا جرباتو هي ونجح معاها ما فيها والو نتقاسموه مع بعض هكا باش نشوفوا ونوعوا فيه ونبدلوا فيه. في الفيديو القادم حتجيو تكمله لهذا التقسيم ان شاء الله، راح نعطيكم افكار جديده كيف حاولت وكيف شريت هذاك المليون كيف كفاني 10 ايام. في الفيديو القادم ما تنسونيش بالجيم كومونتير حلو كيما نتوما، قولوا نتوما شنو حابين تشوفوا في الفيديو القادم نتقاسموا معكم باذن الله. لهنا نقول لكم السلام عليكم.